ميناء الدوحة القديم. الموقع قلب الدوحة. الهدف تحويل ميناء قديم إلى معلم سياحي فريد. مرحبا يا شباب، نكمل معاكم التغطية في الدوحة قطر، والآن نحن في ميناء الدوحة القديم. راح نصور لكم بعض المشاهد من هذا الميناء المشهور العريق، ونأمل بل ندعو الله أن نوفق في هذه التغطية. أشوف الشارع يعني التشجير صاير كله بشجرة السدر الكنار، وقبل لا نبدأ التغطية كان في واحد من الجالية الآسيوية كان ينزل الكنار عن طريق التلفون، يعني يضرب السدر بالتلفون ونزل الكنار ويأكل منه. الميزة هنا أو الكلام اللي نبغى نقوله، إذا كان التشجير عن طريق هذه الأشجار المثمرة، تشجير الشوارع أقصد، عن طريق طبعا اللي هو الأشجار المثمرة، يعني تحصل لك مثلا كنار، أو هذه تحصل لك مثلا أصبار، ما في عصايا نقلع منها، لا شيء جميل. يا الله تبارك الرحمن، يبغى ليه عصا؟ اي والله نقول لكم، يعني اذا كان التشجير بالشجر انت شارع وتقدر تشجر الشارع باشجار مثمره زين، يعني عندك النخيل، عندك السدر، عندك الاصبار، اشجار ما شاء الله مثمره، هي حق تشجير، ويمكن واحد يمر ينتفع بها عابر سبيل يكون أفضل من هالأشجار اللي ما لها معنى. ميناء الدوحة القديم ليس مجرد ميناء فقط، شوف هالمساحات الخضراء هذه، شفتها؟ هاي كلها في الميناء، وهذه قدامكم أعلام مجموعة الدول اللي شاركت في كأس العالم 2022. أقربها إن شاء الله، هذه الأعلام شوف، جميع الأعلام أو جميع أعلام الدول اللي شاركت في كأس العالم 2022 موجودة هني ضمن هالأعلام. أيضا من ضمن الأشجار المزروعة هني في ميناء الدوحة القديم أشجار اللوز. يا لوز، أشجار اللوز، فكلها أشجار مثمرة، وطبعا الهدف من هاي الأشجار إن الواحد يستفيد منها، يأكل من ثمرتها. نروح قدام هناك نصور لكم البحر ونصور لكم الكباين، حياكم. حتى ليتاتهم كشخة. شوف هالشجرة المميزة بلونها الأصفر، اللون الأصفر يعطي جمال حق الحديقة. الآسيويين ما شاء الله اليوم الجمعة تاريخ 26 أبريل 2024، هني في بعض الألعاب، الآسيويين هني مستانسين. ترى في بعيد هناك أشوف مظليين، شوف المكان حلو، حلو المكان، فعاليات. نروح شوي بعد قدام،
وصلنا الميناء، كنا نصور لكم هني. طبعا يا شباب في كاس العالم لعبوا على ملعب اسمه 974، هذا هو الملعب. شوف هذا هو الملعب، يقع طبعا بالقرب من ميناء الدوحة القديم. ايضا في هذا الجانب يقع متحف قطر الوطني. هذولين اللي تشوفهم الحين مراسي حق هالبوانيش والطراريد. كل مسافة هني، كل مسافة يعني مثلا الحين من هذه الى هذه المسافة يوقف هني بانوش. وطبعا شغلة منظمة يعني. هذه ما يسمونها كأن دوبة يسمونها شيء، ما ادري والله. هذه شوف واقفة هني، هاي من ضمن اللي يوقفون. طبعا هني عندكم تشوفوا هناك صبيان يسوون بعد سكيتنج في هذولين، في ما ادري كم اسعارهم يطلعون جولة. في هنا ناس شوي بصورهم، في ناس هني يعني تتأجر من عندهم هذه لوقت محدد تستخدمها ترجع. هاي عندكم الباركات القرب من المكان، والمكان طبعا كله مسطحات خضراء. وفي طبعا هني موظفين حق الامن، الحفاظ على الامن، شيء راقي. هذولين بعد طبعا تقدر تستأجرهم تطلع فيهم في جولة، يعني جولة تطلع فيهم إذا حبيت. أسعار ما أدري والله، ما سألت عن الأسعار. وصلنا يا شباب منطقة الحاويات اللي تحولت إلى مطاعم ومقاهي وأماكن للجلسات ترفيهية. فتحول المكان من ميناء إلى مكان سياحي بامتياز، يتميز بهذه الألوان الجميلة الفاقعة كما تشاهدون. سياح بكل مكان، شوف شيء جميل. سألنا هذا اللي هو موظف هني، فقال لنا تقريبا 25 ريال نص ساعة تفتر فيها التراريد الصغيرة، 25 ريال نصف ساعة. يعني احنا داخلين على شهر 5 متابعينا الكرام، والجو قاعد يتبدل يروح على يعني جهة الصيف، فالأجواء شيئا فشيئا قاعدة تحتار. بس اليوم الحمد لله في هواء، فالجو صاير لطيف. شوف شلون هاي الكباين حولوها لمقاهي، استراحات، أماكن للتصوير فوق مثل هني، توقف هني تصور البحر. هذولين السياح هني تشوف.
هنا يا شباب طبعا تقدر تجي سيارة مواقف حق السيارات بين هاي الكباين أو الحاويات، وهني طائر الميناء المسكين اللي سوى عليه حملة مسعورة. شوف فقير الله، شوف مسكينة دور أكل. طبعا هناك بعد فيه فعاليات، بس الوقت عندني يعني عندي انا محدود، فما راح اقدر اغطي ذيك الجهة. هاي عندكم هني الفول تراك، طبعا اكلات السريعة، وهني عندكم بعض المطاعم. شوف هاي كلها حديد ترى، ها حديد دي. هاي مطعم ثاني، جلسات حق مطاعم. شوف شلون المكان، شوف شوف شوف، حتى مكاتب حق السياحة. السلام عليكم. شفت شلون؟ هذا هو. طبعا واحنا في التغطية لقينا واحد من المتابعين، قمنا نسولف وياه هني. طبعا عرضنا عليه يظهر معنا في القناة، فالريال استحى، ما حبينا بعد نضغط عليه. فمتابعينا الأعزاء اللي مو مشترك في القناة، رجاء يشترك، ترى الاشتراك مجاني، ما راح يكلفك شيء، يعني ما راح يكلفك شيء. اولد دوحة بورت، والمشتركين ما قصرتون، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله نسعدكم ان شاء الله، وتكونون ان شاء الله من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب. سووا لنا لايك، واللي يحب بعد يكون عضو في القناة مبلغ رمزي يساعدنا في هاي التغطيات، يكون عضو في القناة، يشترك كعضو، وإن شاء الله الأمور كلها إلى خير يا رب. تسألني عن انطباعك لزيارة لدولة قطر الشقيقة، أقول لك وبكل مصداقية، أنا سعيد، أنا سعيد باللي أشوفه واللي أغطيه، وأتمنى هذا الشيء ينعكس على باقي دول الخليج. يعني قطر قطعت مراحل ومشاوير في مجال السياحة، قطر تحولت يعني تحويلة كبيرة، ونقدر نقول طفرة في عالم السياحة. دليل على هذا ما تشاهدونه في القناة، بس ركز لي على البساط الأخضر راح تعرف ايش قد المجهود اللي بذلوه الأخوان هنا في قطر عشان تتحول هاي الأراضي القاحلة إلى جنات وجنان جميلة. فالانطباع الحمد لله جيد، وبارك الله في جهود الأخوة هنا في قطر وفي جميع العاملين، خصوصا المهتمين بالنشاط السياحي، بلدية، هيئة السياحة، وأي إدارة أو وزارة تخدم هذا المجال. أنا طبعاً أشد على أياديهم، وأسأل الله أن يوفقهم للمزيد والمزيد. شباب بس وإحنا في مراحل الختام في
ميناء الدوحة القديم، تكلم بس كلمتين عن الفنادق وطريقة حجز الفنادق. يعني أنا أقول لكم دائما اللي بيحجز يحجز عن طريق اللي هو المواقع الإلكترونية الخاصة بالسفر، عن تجربة، يعني عن تجربة، سواء كان بوكينج أو أغودا أو أي موقع ثاني. لأن كذا مرة أروح الفندق حاجز عن طريق الأونلاين واتفاجأ بسعرهم اللي ياخذونه على الطاولة، أو السعر اللي ياخذونه وانت تحجز داخل الفندق يعني مو هو أقل من 10 دينار 15 دينار، تحصل فرق. فليش انت دش على بوكينج مثلا أغودا واحجز، تحصل لك مبلغ على الأقل في فرق 10 دينار 15، كلش طايح طايح قول 5 دينار فرق، بعد 5 دينار بعد نعمة بعد نعمة. وإذا أنت طبعا عارف فندق زارنه من قبل وعارف وضعه، وضع الحجار وطبعا نظافة المكان، احجزه بعد عن طريق الأونلاين يكون أفضل. بين الفينة والأخرى تلاحظ وجود مثل هذه الألعاب الرياضية والكراسي، تقدر تسوي لك تمارينك اليومية وبعدها تستريح على هالكراسي هالحلوين دولين. شوف الأجهزة الرياضية هنا، شوف 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 الكنار، ها هاك شوف الكنار. إلى هنا أيها الأحبة الكرام، وعلى هذا المسطح الأخضر أتمنى لكم أولا كل التوفيق والنجاح وتحقيق كل الأهداف. ومن هذا الميناء، ميناء الدوحة القديم، أختم معكم هذه التغطية على أمل أن ألتقي بكم في تغطيات جديدة. هذا أنا علي الهيبة، أقول لكم في أمان الله وحفظه.